إذن إعلان الاتفاق بين حركتي فتح وحماس جاء بعد أسبوع من المشاورات المكثفة سعت خلاله بكين إلى العمل على الاتفاق بين الفصائل من جهة والإعلان عن مبادرة بشأن الصراع في غزة من جهة أخرى. مبادرة بكين بشأن الصراع في غزة التي قدمتها الصين للفصائل ستتم عبر ثلاث خطوات تنتهي بعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة بحسب ما أعلنت بالطبع الخارجية الصينية. أيضا الاتفاق على وحدة جميع الفصائل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وتضمن الإعلان بحسب فرانس بريس تضمن فقرة تؤكد بوضوح أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. أما النقطة الأهم في الإعلان فهي الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة حول إدارة غزة بعد الحرب وأن تبدأ الحكومة بتوحيد المؤسسات الفلسطينية في كافة أراضي الدولة الفلسطينية والمباشرة في إعادة إعمار قطاع غزة، كذلك التمهيد لإجراء انتخابات عامة بإشراف لجنة في الانتخابات الفلسطينية المركزية وذلك بأسرع وقت ممكن وفقا لقانون الانتخابات المعتمد. ردود الفعل الإيجابية وإن كانت حذرة جاءت من جانب حركتي فتح وحماس، وهو ما أكده المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة بقوله إن الحركة تريد فعلا طي صفحة الانقسامات والانقسام الأسود من تاريخ فلسطين. أما إسرائيل فردت بالهجوم بعد توقيع الاتفاقية على الرئيس محمود عباس لتوقيعه اتفاقا مع حماس وتوعدت بإنهائها، وهو ما كتبه وزير الخارجية إسرائيل كاتس عبر منصة إكس إن حماس وفتح وقعت في الصين اتفاقا للسيطرة المشتركة على غزة بعد الحرب بالتأكيد، وذلك طبعا بحسب قوله ودائما الكلام لكاتس أن أمرا كهذا لن يحدث لأن حكم حماس سينتهي وسينظر عباس إلى غزة عن بعد وفق تعبيره.